طيب هو المفروض ان احنا الجزء ده من الكلام يعني او من المحاضره بيتكلم على الفلاد ميتيجيشنز, ان احنا بعد ما عدينا البروسيس بتاعه الكام خطوه اللي فاتوا دول, احنا المفروض دلوقتي نبدا نتكلم طيب وكيف عندي فلو, عندي هيدروجراف, عندي فوليوم, اوديه فين؟ كالفرتس عدي بدي فور كروسنج يعني, شانلز ممكن تكون دايفرجن او كروسنج برضو, دايكس توجيه او تخزين, دامز سدود, بريدجز الكباري في غالب تقاطعات برضو, الشوتس والستوب بروتكشن دي في الغالب على الطرق على الجناب يعني, الشوت اللي هو عارفين الشوت, لو عندي طريق والمايه بتنزل على الجناب بتاعته كويس, ممكن انزل المايه دي على الجناب بس من غير ما تاكل في الميل, فبعمل قناه مايله قوي بتجري عليها المايه, بيسموها الشوت كويس, هنشوف صور ليها كمان شويه بس دي ده الشوت يعني. طبعا السلوب بروتكشن مفهوم. طيب ليه بيحصل فلودز؟ بيحصل فلود بسبب الهيفي رين او السنو ميلتنج بره عندنا, ممكن يكون الفلود ناتج مش من مطر, ممكن يكون ناتج من دام فيلير او براج فيلير, لاند سلايدز جنب الدايكس زي اللاند سلايد اللي حصل في الصعيد السنه اللي فاتت, اللي هو بيقول لك انهيار جسر مش عارف ايه كده, كان مصرف وميه ماشيه والجسر بتاعه وقع فحصل فلود. طبعا السيرج ويفز الحاجات دي بتبقى اعلى كتير من انك تفكر انك تحاول تعمل لها بروتكشن, او ستورم سيرج بقى نتيجه سايكلونز او حاجه زي كده. طيب فلاش فلود, يعني ايه فلاش فلود؟ هو من اسمه فلاش يعني كده لحظه يعني, وفلود بيبقى قيمته كبيره. ممكن يكون في عندي ريفر فلود او كوستال فلود اللي هو الناتج من الايه من المد والجزر والهاي تايدز والسايكلونز. يعني انا بس اللي انا كنت بقوله ان مثلا يعني حاجه زي مكان الاورينتيشن بتاع الاستراكشر بتاع في مسار الوادي ده خطر قوي. ليه؟ مش عشان حاجه المايه مش كبيره بتاعه العريش, يعني انت ممكن تقف في وسط المايه اللي ماشيه بالسيل دي في العريش ومش هيحصل لك حاجه زي الناس اللي ماتوا دول. الفلو قد كده والسرعات مش كبيره وما عندكش فلوتنج ديبريز, يعني ما عندكش خشب وحجاره وبتاع, انت عند البحر, فعند البحر ده ما عندكش مشكله خلاص, السيدمنت الكبير وقع في السكه, عند المخرج خالص بتلاقي السيدمنت اللي لسه ماشيه قليله, فانت ممكن تقف من غير ما تبقى انجرد يعني مفيش مشكله خالص. ومع ذلك هم شويه ميه صغيرين عملوا ايه, نحروا في البيت راحوا موقعين, فانت تذكر انك تبقى برضو بعيد دايما عن المسار. لو الوادي ماشي جنبك ده مش معناه انك في السليم. لو الطريق جوه الوادي المسار الشهير يعني هي مشكله فظيعه بتحصل, انه بيبقى الموضوع ودمر جدا كل 10 سنين تقريبا هي كررت مرتين واحد كبير اللي هي بتشيل البيوت بالذات في قنا ده اغلب اسبابها ان مفيش حرم للوادي, الناس سايباه في حاله, الناس بتبني جوه والناس معتبرها انه ظريف. هو لعلمك يعني ده مش مشكله صعيد بس, يعني اغلب قرى البحر الاحمر بيبني هناك, يعني زي ما كنا امبارح بنبص نتفرج على الفلات فان اللي هي المروحه بتاعه الوادي دي, ده منطقه جميله جدا انك تعمل فيها ريزورت كويس, بس هي فظيعه يعني, وكل ما الفان دي كبرت كل ما معناه ان الوراق ده مصيبه. يعني النويبع والكلام دي عباره عن فلات فان ضخم كده ومبنيه المدينه جوه كويس, وتير نفس الحكايه, هو جاي في الفلات فان وقاعد كويس, اقعد مفيش مشكله بس خلي حد يذاكر لك الاول, يعني يعمل لك حاجه تحس انه يسيبك في حالك, لان بعد ما انت تعمل كده في الغالب انت ضيعت المسارات اللي انا ممكن اعمل فيها حاجه, وبالتالي لبستني في الحيطه بقى, بقيت جاي مش عارف اعمل لك ايه, هضطر اشيل ممتلكات, اقول لك هنقطع هنا, هنشيل الناس دي, هنهجر دول, وانت تقول لي لا, فانا مش عارف اعمل ايه, فيعني مستحسن من الاول كنت عملت الدراسه دي. الدايفرجن كويس, احنا هنناقش الكلام ده كله بعد البريك, بس يعني هو الدايفرجن من الحاجات اللي يعني لا تلجا ليها كتير. الدايفرجن معناه ايه؟ معناك غيرت المسار اللي كان ماشي فيه لمسار تاني ما كانش ماشي فيه. مين بقى موجود في المسار التاني اللي ما كانش ماشي فيه وحصل له ايه؟ لان اي حاجه هتحصل للراجل ده بسبب الدايفرجن انت عملته ده انت اللي هتتجاب, فاهم قصدي؟ يعني لو فلو ماشي كده وانت عشان تحمي نفسك رحت موديه كده كده, ده راح لمين وهيحصل له ايه؟ ولو حصل له حاجه يول بي بليم على طول, يعني خلاص ما مالكش حل. فدايفرجنز الاوديه اخر حل تلجا له, وتلجا له لما يكون الدايفرجن للبحر مثلا, يعني خلاص بقى يعني انت بتدايفرت على الـ على الـ على الاند يعني دايفرت دلوقتي على وادي
ستيل برضو مشكله, ستيل برضو مشكله الكباستي بتاعه الوادي الثاني ده والميه الجديده اللي هتيجي دي هتوسع ممكن من التشانل الاساسيه معرفش فتكر يعني. فتاني بس انا عايز ارجع اقوله الفلو لو كان قليل حتى قد كده هو مش سيف, لا لو موازي ليا ستيل مش سيف يعني برضو لازم تاخد بالك هو راح لغايه فين, هل بينحر الميول بتاعتي في طرق تلاقي الطريق ماشي كده اتقطع بسكينه كده ليه؟ لان الوادي ماشي جنبه هو معلوش حاجه, هو ماشي جنبه كان الارضيه الاسفلت خلاص بقت سكينه كده اكنك جبت سكينه وقاطع الطريق نصين, هو الوادي ماشي جنبه مفيش مشكله. طريق الكريمات حاجه زي كده حصلت, المقاول نسي السايد ديتش بس نسيها ثلاثة ماتوا عشان نسي السايد ديتش, الميه ركبت الطريق ومشيت نزلت كلت في الطرف بتاعه بقى في حفره كبيره مليانه ميه محدش شايفها, العربيه اللي جايه ثلاث عربيات فوق بعض اللي تحت ثلاثه ماتوا ليه؟ مفيش ذمه نسي السايد ديتش يعني الطريق كده وفي سايد ديتش المفروض تتعمل, فالميه المفروض تمشي في السايد ديتش وتخرج بره سيفلي يعني كويس. هي مشيت على الطريق وفضلت راكنه جنب الطريق والجبل وجت عند المخرج قعدت تاكل 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 نحرت المخرج ده كده وبقى في حفره مليانه ميه كويس. ما هو بالظبط وانت ماشي العربيه القاعده دي فانت نزلت تحت وراك واحد تاني وراك واحد تالت, ف الرود سايد ديتش اند كات مهمه موت يعني مثلا فاهم يعني بجد مش تهريج يعني. لو انت شغال في فلات بروتكشن بتاع طريق خليك حريص جدا ان يبان فين الرود سايد ديتش, ولو هي عايزه يحصل لها اوفر ديزايننج او يعني سوري يعني مش اوفر ديزايننج ديزايننج بحيث انها تبقى اكبر من التيبيكال سيكشن او التيبيكال رود سايد ديتش اند كات لازم تاخد بالك وتصممها انها تفرق كتير جدا في السيفتي بتاع المشروع.